بعمل المنظمات الدولية وتبادل الآراء والأفكار مع الإعلاميين بمختلف القضايا وتوظيفها في خدمة الإنسانية، أقامت مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر بحمص ورشة عمل حول الإنتاج الإعلامي الخاص بالمنظمات الإنسانية بمشاركة 25 إعلاميا من محافظتي حمص وحماة على مدى يومين متتاليين بحي الحميدية في حمص القديمة. ورشة عمل تأتي ضمن سلسلة ورشات عمل تقيم وزارة الإعلام ومديرية الإعلام التنموي بهدف رفع وبناء قدرات الإعلاميين، تعريفهم بآخر النظريات الإعلامية، القوانين الدولية خاصة قانون الدول الإنساني، كيفية توظيفه في الإعداد الصحفي التقرير، شو المواد اللي بتهمه، كيف يوظف المعاهدات أو الاتفاقيات في تقرير ضمنها. بالإضافة لذلك إحنا حمص مثل ما بتعرفي ست سنوات الأزمة، ست سنوات يعني عجاف، لم تقم فيها أي ورشة عمل. هاي الورشة الأولى، يعني نحن نعترف في شح في الدورات، وهذا أنا لاحظت على الزملاء الإعلاميين في نهم عندهم وشغف على الدورات. تضمن اليوم الأول من برنامج الورشة محاضرة عن عمل الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر خلال سنوات الأزمة، والتي تشمل الجانب الإغاثي والإنساني، إضافة إلى تقديم كل أشكال الدعم للمتضررين. التواصل مع الصحفيين، صحفيين شخصيات كتير مهمة للتواصل، الرسائل الأساسية عن خدمات إنسانية، عن معلومات منظمات إنسانية المجتمع السوري، ونحن يعني نحتاج دعمكم طبعا، يعني بالشكل عام بالشغلنا هون مسؤولية مشتركة التواصل، يعني فكرة حقيقية عن خدمات إنسانية للسوريون بالحمص بالحما، بس كمان يعني بكل سوريا. أهم أهداف هاي الورشة هي التواصل مع الصحفيين والإضاءة على العمل الإنساني، بالإضافة إلى التعريف بالهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآليات العمل والمبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. كما تضمن اليوم الثاني تدريب وتأهيل الصحفيين حول كتابة سيناريوهات إعلامية تطبيقية حول القضايا الإنسانية، مع مراعاة الالتزام بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، وهي الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية. الورشة حققت قيمة مضافة كبيرة نحن كزملاء إعلاميين، طبعا أول شيء ساهمت في تحقيق تفاعل ومشاركة كبيرة بين ممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية اللي شاركت بالدورة طبعا من محافظتي حمص وحما، مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بناء قدرات إعلامية في صياغة رسائل إعلامية وتقارير صحفية عن مختلف جوانب العمل الإنساني. وفي ختام فعالية الورشة تم توزيع شهادات على المشاركين، والتي سيتبعها في قادم الأيام ورشات لاحقة ستسهم في تقديم الفائدة للفرد والمجتمع. من حي الحميدية في حمص القديمة، شيرين العلي، الإخبارية السورية.